السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ممكن يكون مخيف بعض الشيء، لكن هناك بعض الرؤى المحمودة أيضا لهذا الموضوع، وهو رؤية الأحبال في المنام أو الحبل. فرؤية الحبل مهمة جدا، لا سيما يعني دعوني أبدأ برؤية قد تكون مخيفة شوية أو تصيب بعض الناس بالإشمئزاز، رؤية حبل المشناء. هذه الرؤية حينما تراها، للأسف الشديد أنت شخص بعيد عن الله، والكلام للرجال والنساء، أو أنك تفعل بعض الأفعال التي تغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أقول في الرؤية الثانية، رؤية أن أنت بتخنق شخص بحبل، شفت كده أن أنت بتخنق حد، أي حد من في قضية الرؤى بحبل وخلاص هتقتله. هذه الرؤية تدل على أنك شخص تمشي بين الناس بالغيبة والنميمة، والرؤية للرجال والنساء بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة والنميمة ده قتل، أنت بتقتل، وإن كان الفعل كلام، ولكن الكلام ده قد يقتل. رؤية أحيانا رؤية حبل المشنقة، وده المعنى، يعني سبحان الله العظيم، مغاير للمعنى الأول. احنا قلنا في البداية ان انت بتفعل أفعال قد تكون تغضب الله. بعض الناس من الممكن انها ما تكونش بتفعل الأفعال دي وشافت رؤية حبل المشنقة. هذه الرؤية تدل على عدم تحقيق الأهداف والطموحات التي أنت تتمناها أن تتحقق لك. رؤية حبل المشنقة لشخص مكروب مهموم جميلة جدا، تدل على الفرج وتدل على سداد الديون، لو انه مديون ان شاء الله سوف يسدد ديونه. طيب رؤية حبل قوي متين، هذه الرؤية تدل على السعادة ان شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الحبل احيانا تدل على الشراكة، اثنين لما يمسكوا الحبل كده يبقى في طرف شخص هنا وطرف شخص هنا، هذه الرؤية احيانا تدل على الشراكة بين شخصين. رؤية الرجل انه يشنق نفسه بحبل، هذه الرؤية تدل على ان اعماله فاسدة، وقيل انه شخص ظالم لبعض الناس، ومع شديد الاسف. رؤية شد الحبل في المنام تدل على قطيعة الرحم، وتدل على للاسف الشديد على بعض الهموم والمشاكل في الحياة. فهذه الرؤية يعني سبحان الله العظيم من الاشياء التي ينبغي ان ننتبه اليها. لو رأت مثلا المرأة ان شخصا يخنقها بحبل، لو استطاعت الإفلات في الرؤية سوف تحل كل مشاكلها، وإلا ومع شديد الأسف ستجد صعوبة في حل مشاكلها اللي هي تعيش فيها وقت رؤيتها لهذه الرؤية. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.